بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي آخر السورة، وهذا مش نتوسع فيه إن شاء الله تعالى، ربي ما ليبين لك اللي أنت يا إنسان لا تستقر على حال. ولهذا نصيحتنا لكم أن وقت اللي تجيكم نعم الله ألاء الله ما تبعدوش عنه، تكونوش ناس قلال حياة مع الله. وقل له ربي سبحانه وتعالى ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم بالبعد تكلك للتنو اتوفوي نوميونس إسلاميك. قال ربي راو العذاب مش يكون شديد، إن عذابي لا شديد، سدير لشتيمو لطورمو سورا تري 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 سيبار. Attendez-vous à ce qui va vous frapper de stupeur et vous allez subir toutes sortes de malheurs dans l'ici-bas en fin de course, dans l'ici-bas et dans la tombe. Elle sera un petit hellfire, un petit enfer, un petit enfer. Ou bad, c'est sera pire. Sur le jour du jugement qui suit la résurrection, et vous allez voir ce que vous allez voir. Wassalam ala ummat al-islam ummat Muhammad alayhi salatullah wa salamu amin. Rabbana innaka qult inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا احنا نذكركم يا أصحاب سلعم، ملعونون أنت ولو اشتهرت في الدنيا أنك حائز على شهادة كبرى في الحضارة الإسلامية، وقت اللي أنتم تعيشوا قذارة إسلامية إلى القليل منكم الله يبارك فيهم هم أهل الحضارة وهم ينتفعون ب غلالها، وهم الذين ربي يزيدهم خير على خير وقدر على قدر. والسلام علينا أهل الخير من ضمن غالبية البشر، والسلام علينا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام.